الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. بنحييكم من عروس البحر الأحمر، ثغر السودان الباسم، ميناء السودان الأول، مدينة الثقافة والجمال والرياضة والفن والسياحة، بور سودان. أولى محطاتنا في حلقتنا الليلة من بور سودان، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، اولى محطاتنا في حلقتنا الليله من بور السودان، ونحن في السقاله محل السمك المجيه يا اخواننا المحمر والمقمر الاكل الشهي. محطه اولى وسؤال اول، نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، ونحن في السقاله ومجموعه من اهلنا من ناس بور السودان. نحن سعيدين في ناس قطعنا اكلهم، خاتين السمك المحمر معه السلطه ومعه سلطه الروب، وخاتين الليمون والبصل. والله انا ما قاصد ازي زول ولا يعني ادعب الناس الجعانين، لكن ده الحاصل هنا. ونحن سعيدين نلاقي ناس بور السودان ونتعرف عليك. عمنا منو؟ احمد محمد السيد باشين. مرحبا بك عمنا، من حي هنا؟ انا من حي البسطه. هناك حي البسطه ناس بور السودان؟ اي نعم. ما شاء الله، جيتوا للسمك؟ نعم. اكلتوا ولا لسه؟ لسه قربنا ناكل. شوف النعمه دي، انا ذاتي حصاني جراي يعني، تيجي تلقى الناس ما اكل. لا انا متفضل اصلي قبل ما تقول اتفضل، انا متفضل براي. طيب انا حابب اسال سؤال يا اخواننا، والعارف الاجابه يحفظ الاجابه عنده لحد ما المساحه تجيو. سؤالنا، متى تم افتتاح ميناء بور السودان؟ افتتاحه الفعلي للملاحه العالميه يعني، وبدا فيه تنفيذ في فتره، وبعد ذاك افتتحوه افتتاح رسمي، سنه كم؟ ولو الناس ما جاوبت يا اخواننا بندي خيارات، بنبدا ثاني بخيارات بنرجع نتعرف على التاريخ. متين ما اتذكر والله. ما بتتذكره؟ طيب احنا اذا بدينا خيارات ما لقينا اجابه صحيحه، حتكون اول خيار لك انت باعتباره اول زول سالناه. طيب نتعرف عليك. عبله احمد محمد. مرحبا بك. الافتتاح لميناء بور السودان؟ والله ما عندي فكره. ولا تقدير؟ ولا تقدير، لكن اديني خيارات. دي خيارات دي لنا ننتهي من السؤال لو ما لقينا، لكن من قمتوا لقيتوا صح؟ اي عشان كده ما عارفين. اي ما عندي فكره والله. طيب ان شاء الله نلقى فكره، نتعرف عليك. صار باشنين. من ياتو حي؟ من حي سلالاب. سلالاب، نفس سلالاب المينا ما قريب لكم؟ لا ما قريب. هذا زايغين من السؤال، مين قالوا ما قريب لنا؟ طيب افتتاح الفعلي للمينا؟ 1950. 1950 50. المهم لقينا رقم، نتعرف عليك. سلمى عبد الله. مرحبا بك، من ياتو حي؟ مع بنت، انا جيت من جده زايله زياري. ما شاء الله، واصلا من ناس بور السودان انتوا؟ لا ناس كسل. كسلة ما شاء الله. والاجازه كملت ولا لسه؟ خلاص كملت. الشنط كملت؟ تعبت خلاص. طيب المينا عارفه تاريخه متين؟ والله ما اعرفش. تعرف عليه؟ رشا مرغني سعيد. من ياتو حي؟ بور السودان طبعا، والقادسيه سكن. القادسية. الميناء بور السودان افتتاحه عام كم؟ عام 1907 تقريبا. 1907 تاريخ برضو. تعرف عليه؟ هذه محمد إبراهيم. من ياتو حي؟ القادسية. القادسية. الافتتاح كم؟ 1907. إجابات مشابهة، نتعرف عليه؟ الاسم آسيا صالح، سكن القادسية، مربع 17. ما في خيارات. والله انا قايله تبع العنوان ما في غيره. لا لا. طيب الافتتاح سنه كم من؟ والله ما عارف افتتاح. ما بتشارك الناس القادسيه ديل في السبعه دي ولا عندك؟ لا لا عندي راي والله اعلم. ما عارف. تعرف عليه؟ هاشم الماهل سليمان سعد. من ياتو حي؟ الثوره 17. ثوره. طيب هنا جايين تاكلوا ولا عندكم علاقه بالمينا ولا بالسمك ولا؟ الا هنا في الكافتيريا، يعني الكافتيريا بشارع. يعني انتوا لكم علاقه بالسمك؟ عندنا علاقه بالسمك. طيب قبل ما تديني الاجابه عن السؤال ده، انا داير اعرف انواع الاسماك شنو هنا في بورصه؟ انواع الاسماك كثيره جدا جدا، عندنا اسماك درجه اولى تقسم الى الناجل والريشال والديراك، وعندنا اسماك درجه ثانيه شعور، قشر، بهار، كريسيد، انواع كثيره جدا. ما عندكم واحد دوري ممتاز؟
لا لا المحلي بس محلي درجة أولى درجة ثانية بس. طيب سمك القرش ده وين في الدرجات؟ درجة ثالثة. والله درجة ثالثة. ولحمه ما سمي؟ لا ما سمي. ما أخذها فخفخة ساي تشوفه كي لبن قلبك ينقطع بالله ما لحمه ما سمي؟ لا لا والله أنا ثاني ما أحترمه. طيب المواسم يعني السمك طول السنة بكون عندكم؟ طول السنة موجود لكن في مواسم بتاع التوالد. عندنا زي أسماك الناجل موسم التوالد بتاعهم في أوائل شهر 5. طيب. وفي أسماك المهاجرة بها نوع القشر برضو بعد الناجل طوالي أسماك مهاجرة عندها مناطق بتاع التوالد معينة. يعني الصيف والشتاء برضو متوفر السمك؟ السمك توفر طول العام بس الظروف المناخ ظروف الرياح كده هي تأثر يكون الصيد صعب شوية في موسم الشتاء. طيب اسمح سمك للأكل شنو؟ أسماك الناجل. الناجل؟ أيوة. ميزته شنو دي؟ أسماك الناجل اللحم بتخط لحم كثير واللحوم بيضاء لحوم بيضاء. لحم كثير شوك قليل؟ شوك قليل. طيب أرخص واحد دي شنو بشوك اللي بيدعي بالناس ده؟ دي أسماك الدرجة الثالثة والرابعة. دي أسماك الدرجة الثالثة والرابعة دي تغني زي القشارة. شوكك أكثر من لحمك صح؟ كتير. مع برخة برخة دائما بنوك السليماني دي الأسماك شوكة كثير جدا جدا شوكة كثير. أيوة. طيب الافتتاح بتاع المينا سنة كم؟ تقريبا 1909 1909 9 دي إجابة مختلفة يا إخوانا. طيب معانا الشباب بيجاي نتعرف عليه. إسماعيل حسن أحمد. إسماعيل حسن من وين؟ من أبو حشيش. هنا أبو حشيش. الافتتاح للمينا كان سنة كم؟ 1902 تقريبا. 1902 2 إجابة مختلفة نتعرف عليه. عبد الرحيم الطيب. عبد الرحيم. 200 الافتتاح 1910 10. الله إخواننا ناس يزيدوا ناس ينقصوا. مرحبا بكري الفاضل تايسير. منو؟ بكري الفاضل تايسير. بكري من ياتو حي؟ أبو حشيش. أبو حشيش. افتتاح المينا كان 200 1919 ها؟ 1919 هنشوف الدقيق ده زادوا 9 ما في مشكلة. تعال دي انت منو؟ محمد جان محمد. محمد دي بتاع السمك ولا دي بتاع شو؟ بلياردو. ها؟ بلياردو. بلياردو جوا المويه ولا كيف؟ لا لا بيجي بس فترات. ها يعني مع الـ مع الـ مع الكورنيش كده تلعبوا بلياردو؟ ايوه. ما شاء الله وقت الاجازه. عارف المينا عملوه سنه كم؟ لا والله. ها؟ انت جيت لقيته فيه؟ اي. تجيت 200 ذات؟ عملت 96 96؟ الله الله يجي بدري خلاص. 96 نتعرف عليك. اسم حسين محمد صالح ادريس. حسين من ساكن وين؟ من ابناء كسل هنا لاقين طلبه مرصودان به. ما شاء الله. المينا عارف افتتحوا متى؟ لا لا ما اعتقد 1902 1902 ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. طيب مرحبا بكم ونحن في اول محطاتنا من السقاله هنا في بورسودان والجو الجميل ده والترحاب والحفاوه واهل بورسودان الطيبين. سالنا عن افتتاح ميناء بورسودان ويا اخوان التاريخ بيقول انه بدوا العمل فيه 1905. الافتتاح الفعلي لميناء بورسودان للملاحة العالمية كان الافتتاح تاريخه 1900. انت قلت كم؟ 9 و9. انت قلت كم؟ قلت 10 و10. وانت قلت كم؟ 2 و2. واحدة من التواريخ دي اللي صح لكن 1900 يا اخي انا احكي لك نكتة بعد ذاك اوريكم 1900 ما عشان تنتظروا انا خايف اقول لكم تفوتوا. ذكرني انت قلت لي من وين؟ من الشماليه المناصير. شماليه. اذكرك نكته بالشماليه وبعدين فيها السمك ده ذاته. وطبعا نكته للطرفه يا اخوانا الجعل والشاقي بيشركوا للسمك نزلوا السنارات سوا جوا المويه سنارات جوا الشبكه الاثنين ومرقن سمكه واحده. الجعل قال دي سمكتي الشاقي قال دي سمكتي ما في طريقه والسنارات مربوطات سوا. الشاقي ما نجيت قال للجعل اقول لك كلام ننجلد هل بيجرس يشيل السمكه. الجعل قال له فوق اجلد. الشايق مسك الصوت ده 50 صوت. الصوت كان جل من الجعل يسوي كردومة في الهواء بغبينا. الخمسين تمن الجعل جر الصوت قال الشايق اركز. قال له في شنو في السميكة دي شيل ولا عنده ليه طريقة. يا اخوان افتتاح من عبر السودان كان 1909 وبنبارك لك صفقوا له يا اخوانا. مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة شروق نمشي العربية نشوفها. طيب نحن سعيدين الفائز معنا اخونا هاشم في اول محطاتنا الليلة من بورسودان. هاشم مبروك عليك ولحظك السمح انت في مجال السمك فزت معنا بالسنارتين. لا لا السنارتين الصغار دين وانت بعد تجيب الخيط وجيب رقد لك السمك ان شاء الله. رقد لك السمك كل ما تجي السمك علينا كل ما نجي السمك علينا البطاق بطا السنارتين انا اجهزه لك اجهزه تنجدوا لنا انتو ان شاء الله.
طيب عشان بنجدوا لنا اخواننا نديه فرن كهربائي مقدم من قناة الشروق وتحية لهاشم اخواننا. بعدين تقبض ونجد الفرن هنا. شكرا لقناة الشروق، شرفتونا جدا جدا، جزاكم الله كل خير. حبيت تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من بور السودان. نحن على كورنيش البحر، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، نحن في محطه لينا في حلقتنا الليله من بور السودان. نحن مع الكورنيش ومع اهلنا في بور السودان. انا بسال السؤال يا اخواننا، اللي عارف الاجابه يحتفظ بها لحد ما يجي الفرصه عنده. جاهزين؟ ناس بور السودان انتم؟ ياتو حي. الثوره الاسم منه؟ عبد الله عثمان محمد. عبد الله عثمان بيدرب الهلال ولا؟ لا ما شاء الله، انا ما شفت الالوان هنا، قلت ده مدرب الهلال هنا. لا ده. طيب احنا سؤالنا يا اخواننا، ما هو اول مبنى شيد من المواد الثابته؟ شيدوا من المواد الثابته في بور السودان. يعني زمان المباني كانت الخشب وكانت زنكي وكانت يعني زي ده. اول مبنى في بور السودان شيدوا بالمواد من المواد الثابته، ياتوا مبنى سواكن. ها؟ مبنى سواكن هنا في بور السودان؟ لا، في بور السودان هنا اول واحد بنوا بالطوب كده والحجر وال الرأسة بتاعت الانجليز. الرأسة؟ رأسة الانجليز. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. احمد داود محمد محمود. احمد، اول مبنى شنو شيدوا من المواد الثابته؟ والله ما عارف. ها؟ ما عارف. انت من وين؟ من عطبره. من عطبره؟ ايوه. نزق من القطر. مرحبا بك، نتعرف عليك. محمد الحسن محيوب. محمد الحسن، المبنى شنو؟ مبنى السكة حديد. السكة حديد؟ مغر السكة حديد يعني؟ مغر السكة حديد. طيب نمشي، انت قريب لي بتاع عطبر. لا وجاك بالقطر انت قريب. طيب نتواصل، مرحبا بك، نتعرف عليك. مروان عوض احمد. منو؟ مروان عوض احمد. ياتو حي. ديم جابر. ديم جابر، اول مبنى شيد من المواد الثابته في بورصلة؟ السجن الاتحادي. السجن الاتحادي. الاتحادي، الله يكفينا شر السجن. تعال بيا، مرحبا بك، نتعرف عليك. الله يخليك. هم طه. هم طه. نعم. انت من المحس ولا؟ لا دونغلاوي. انا دونغلاوي. رتانا باني؟ لا ما برتم. مجمع هنا في بورسودان ولا؟ مجمع هنا في بورسودان. طيب اول مبنى شيدوا من المواد الثابته في بورسودان؟ السجن الاتحادي. السجن الاتحادي. طيب نتواصل، نتعرف عليك. صباح مختار موسى. صباح، اول مبنى شيدوا من المواد الثابته في بورصة تقريبا مبنى عثمان دقنة. عثمان دقنة في سواكن. ده مبنى بتاع في سواكن؟ لا انا في بورصة هنا. السجن؟ والله انت زعلان. انا كان قلت لك ما خلاص ما كشفت. انا بزعلك انت. ما في خيارات؟ خيارات اذا ما في زول جاوب. نتعرف عليك. رميساء عبد الله. رميساء، المبنى شنو؟ سكه حديد. السكه حديد. السكه اللي بيمشي فيها القطر ولا؟ لا. ولا مبنى الراس؟ اي مبنى. طيب ناخذ اجابه، نتعرف عليه. مودة محمد عيسى. مودة، المبنى شنو السابق؟ سجن. السجن؟ الله يكفينا شر السجن، تعال بهنا، نتعرف عليه. ام كلثوم محمد. ام كلثوم، المبنى شنو اول مبنى شيدوا من المواد السابقه؟ السجن. السجن، نتعرف عليه. وليد محمود احمد. وليد من بور السودان؟ لا ما من المناقل، لكن ساكن في ترنسيط في بور السودان. من المناقل، اول مبنى شيدوا من المواد السابقه؟ على ما اعتقد الصومعه. الصومعة. أيوة. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. جمال عبد الله تقي الدين. من ياتو حي؟ لا جنب دار فور. نياله. نياله، ما شاء الله، مرحبا بنا نياله.
من اقصى الغرب لاقصى الشرق. مرحبا بكم. اول مبنى شهيد بالمواد السابقه امانه ولايه البحر الاحمر. امانه الولايه يعني؟ طيب احنا سعيدين نتواصل من بورسودان، حنقوم ندي خيارات لانه الناس ما عرفوا المبنى ده شنو. ان شاء الله اخواننا يزوا الغلط في الاجابه، ربنا يبني له ويجهز له الاسمنتي والسيخ والمونة وتبنوا البنى السمح. انا بديكم ثلاثة خيارات، ببدا واحد اثنين ثلاثة، بديكم ثلاثة خيارات واي واحد يختار الخيار اللي بيعجبه، لو في ناس طابقوا في خيار بنرجع للرابع للخامس للسادس. طيب الخيار الاول مبنى المواني البحرية، ده اول مبنى انشأوه من المواد الثابتة. الخيار الثاني نادي حي العرب بورسودان. الخيار الثالث فندق البحر الاحمر، يعني فندق ونادي ومواني. فندق البحر الاحمر ونادي المواني او المواني البحريه ونادي حي العرب. انت الاول حتختار شو؟ انا اختار كان السكه حديث زمان اللي هي المينا. المينا ايوه المينا، تختار المينا. يبقى عندنا بعد نادي حي العرب عندنا فندق البحر الاحمر. نادي حي العرب. نادي حي العرب. انت بعد ما عندك خيار فندق بس. هاي ما عندك فندق البحر الاحمر. والله ما عندك الا الخيار ده، دي رجاله خيارين ودي الاجابه الصحيحه ان شاء الله. وصفقوا لي يا اخوان. فندق البحر الاحمر يا اخواننا اول مبنى شيدوا من المواد الثابته اللي هو اصبح بعد ذاك اسمه هيلتون بورسودان وبعد ذاك اصبح كورال، الان كورال بورسودان. انت منو؟ مروان عوض احمد بحيري. صفقه لي مروان يا اخواننا ثاني حاره. والله يا مروان جاتك ميتة ميتة جاتك بس كده في يدينا نمشي العربية. مبارك لأخونا مروان الفاز معنا في المحطة دي، وموظف في جامعة البحر الأحمر في الحرس الجامعي، وجائزة مقدمة من قناة الشروق، مجموعة كاملة من الأقلام اللي هي فيها ملون وفيها سادة وفيها كده، ودي بيساعدك تعرف الجمنو والما جمنو والجمنو والما يتكيد بالجامعة كلها. تمام. مسجل استوديو مقدم من قناة الشروق، نصفق لمروان يا أخوانا. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من بورسودان، مرور بالكورنيش المدينه الجميل، محطه جديده، سؤال جديد، نتابع مع بعض. مرحبا بكم، احنا سعيدين نتواصل معاكم من بورسودان، احنا في الكورنيش، قدامنا كمان تحف وهدايا من الفولكلور، من البحر، من حاجات الشعب المرجانيه والمحار، ومعانا شاب من بورسودان. مرحبا بك، كيف الحال؟ حيك كثير وتحيك مليون سفينه وكل عواطفنا اللي فينا معك. الزبير سماره، شاعر ولايه البحر الاحمر. يعني يا اخي مرحبا بك والله، ونحن سعيدين نلقى شاعر وكمان نلقى فن موجود. يديك العافيه، تسلم كثير. طيب انا قبل ما ازعل السؤال اللي في محطتنا دي يا اخواننا، داير ادردش معك شويه، الحاجات الموجوده عندكم شنو؟ والله عندنا الحمد لله كل الاصداف والغواقع البحريه والشعاب المرجانيه، وعندنا شرب على الاكسسوارات برضو والعقود زي ما شايف من الصدف وكده يعني. نعم. مصنعينا من يعني دي حاجات البحر كله. اي كلها مكتسبات بحريه وكده يعني. طيب الحياه دي تطلعات ذاتكم ولا بتجيكم جاهزه؟ والله يا اخي عندنا بعض الاشياء طبعا يعني بيجيبوها لنا بعض الغواصين، وفي اشياء كيف تلاقي يعني في الساحل يعني الفتره بتاعت الصيف، او بنجمعها بنفس الكميه اللي انت شايفها دي اساس انه شنو نقدر نسويها في الفتره بتاعت الشتاء يعني. طيب اغلب زبائنكم ناس بورسودان ذاتهم وناس البحر الاحمر ولا الناس اللي بيجوا من برا؟ والله الناس اللي بيجوا من برا وحتى الاجانب وباقي الولايات يعني الحمد لله. طيب الحاجه ضد من الفعاليات بتاعت المهرجان؟ اكيد طبعا. طيب. لها دور كبير جدا جدا يعني، زول لما يجي بورسودان يلقى حياد يشيلها هديه او ذكرى من بورسودان وكده يعني. طيب محطتنا دي وسؤالنا ده يا اخواننا عن عن مهرجان السياحه البحر الاحمر بورسودان. وانا بزعل ابدا بالزبير ذاته عشان سالناه من الحياه الجميله دي، وحمر على باقي الناس كمان نعرف ردوده واجابات.
زبير اول مهرجان للسياحه في بور السودان تاريخ؟ ايوه التاريخ 2000 وطبعا مسجل معي هنا اللي هو 2008 تقريبا 2008 8 أيوة. طيب نحن ناخذ اجابه وقالوا انت شاعر قبل ما نمشي منك نسمع شو ايوه بور السودان بعدين هي المينا وبعدين منبع الجمال اللي فينا وبعدين نحن الشريك والعفه مننا تنطلق والصفات الطيبه فينا تنطبق وبعدين نحن ديقنا ما بنجامل بروحنا ولا بنبيع نفوسنا ونحن قضاء كرم اجانا ما يلقى العدم ونحن اهل ضفاف ضيفنا بنشيله على الاكتاف وبعدين حشانا ما بنخاف يعني. يا سلام يا سلام يديك العافيه ان شاء الله. نحن بنحييك وسعيدين نكون معك جدا. الله يديك العافيه ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. طيب معانا بجاي اهلنا ديل مرحبا بكم متواصلين معاكم من بور السودان نحن في الكورنيش ومعانا ارسام برضه بنبارك لكم وان شاء الله بنك مال وروضه عيال. اصبا دايرين نديكوا شويه نتعرف عليك. سمانة عبد الله سيد. سمانة عبد الله من وين؟ من اصلا من شمال كردفان. شمال كردفان بارا. جيتوا هنا يعني شهر عسل وفي بور السودان مع السياحه ومع الجو الموجود كويس. يعني بور السودان لام الناس كلهم يا اخواننا نحن بنبارك لكم وان شاء الله بيتمالوا عيال. سؤالنا اول مهرجان للسياحه في بور السودان اتعمل ده طبعا مهرجان سياحه هسه شغال ده اول واحد كان سنه كم؟ والله ما عندي فكره عن اول واحد سنه كم لكن ده الخامس. ده الخامس يلا ما ترجع تشوف كده كم سنه يعني تقريبا واحد في الاثنين 42 معك الثلاثة في الخمسة كده 2006 تقريبا 2006 2006 ناخذ اجابة نتمنى لك التوفيق المدام مرحبا بك ومبروك عليك الليلة. الله يبارك فيك. الاسم منو؟ وجدان علي. وجدان أول مهرجان للسياحة في بور السودان؟ أول مهرجان؟ ما عارفين كملتوا قروش الرجال دي والشيلة والقروش والضبايح والجماعة أكلوا تمام ونسيتوا الإجابة ما عارفينها شنو؟ عشان تشيلوا جائزة تعوضون شوية من الدفع ده. والله ده المهرجان الخامس لكن انت الخامس ليه ورا كده يكون كم سنة أول واحد؟ أول واحد 2006 2007 7 2007 خذ إجابة نتمنى لك التوفيق من نفسها خالفته الرأي بقى بيجي الرأي نتعرف عليه سيدة حبيب الله سيدة مبروك أول مهرجان كان سنة كم؟ والله ما عندي فكرة عن الموضوع. حول بيجاي نتعرف عليك؟ جمع عمر حاوي. جمع مبروك وإن شاء الله يعني بيتمالوا عيال. ربنا يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله. نحن سعيدين نلاقيكم في بور السودان ونحن مارين من هنا. سؤالنا أول مهرجان للسياحة كان سنة كم؟ سنة تقريبا 2005. 2005 ناخذ إجابة. مرحبا بك نتعرف عليك؟ حسن محمد حسن. حسن مرحبا بك من أي منطقة حسن؟ من بربر. بربر ما شاء الله كمان كردفان وبربر والكلام ده كله في الشرق. مهرجان السياحة شغال. أول مهرجان للسياحة عارفه في بور السودان كان سنة كم؟ 2006 2006 ناخذ إجابة مدام مرحبا بك والف مبروك إن شاء الله ربنا يسعدكم. الاسم منو؟ مريم محمد. مريم من وين؟ من بربر. بربر يعني أهل ما تقول لي أولاد عم برضو؟ لا جيران بس. جيران شوف الجيرة الجيرة نفعت يا أخوان زمان عديتوها دون شاي دون حبة سكر دون ناس عوضتونا عديتوها عدوكم مرة عديتوها؟ مرة والله ما قصروا. أول مهرجان كان كم؟ 2007 7 طيب متواصلين معاكم نتعرف عليك؟ عثمان عماد محمد عثمان بتقول عثمان من ناتو حي؟ والله من هدل. هدل أول مهرجان للسياحة كان سنتكم؟ لا تقريبا 2007 2007 7 ناخذ إجابة منو معنا؟ مع خالد عز الدين. طارق ناتو حي؟ الثورة. اها المهرجان كان 2006 2006 ناس ينقصوا ناس يرفعوا والله ما شاء الله. معنا منو؟ مهيار مجدي عتيق. من ناتو حي؟ سلالاب. سلالاب مهرجان الاول كان 2005 2005 ماشي كويس يعني. الله يكرمك نتعرف عليك. محمد ابراهيم الشريف. محمد من وين؟ من سلالاب. سلالاب هو المهرجان للسياحه كان 2007 2007 7. طيب مرحبا بكم نحن سعيدين نكون في بور السودان في محطه عن مهرجان السياحه وحديثنا عن السياحه يؤكد انه بور السودان اصبحت مدينه كبيره في مجال السياحه وهو ما شاء الله بيزوروها الشباب والأزواج والإرسال من كل جهة في السودان أصبحت مدينة سودان مصغر لا من الناس كلهم نحن سعيدين ببور السودان. سؤالنا كان عن مهرجان السياحة ونحن صادفناه قلنا أول مهرجان تاريخه كان كم قبل ما نوري الإجابة الصح أول زول قال الإجابة الصح بيكسب معانا جائزة وقبل ما نوري الصح نقول نقطة ما دام معانا الإرسال دي أنا هقول لكم النقطة أقول لكم النقطة بتاعت يعني ناس متزوجين بعد ذاك انتوا ما تعتبروها اعتبروها نقطة بس ما تشتغلوا بها كثير يعني ما بتنطبق عليكم خلاص هاي ما بتنطبق عليكم ده قالوا المرأة بتلين في الهدوم
الهدوم بتاعته بتلين فيه الليل غسيل. فتحت الجيب لقت فيه ورقة، الورقة مكتوب فيها سوسو. بس جاته لك شايل الورقة، سوسو دي مني، سوسو دي مني. قال له ليه؟ قول بسم الله السلام عليك. انت تكوركي، انا كنت في سبق الخيل وفي حصان مرشح مكتوب عليه سوسو، اسمه سوسو، كتبته في الورقة السيدة في جباسة، ده موضوع بتكوركي مالك؟ قالت لي لا لا كان كده معلش، المكنة مشت فيها. عدلها اربع يوم التلفون ضرب، جابت التلفون وجات قالت لي امسك حصانك ده ضارب ليك. فعشان كده انا بوصل ارسال من نفس ورقة في جيب ما تنسان مين ممرق القميص كده وابقى مارق. اول مهرجان للسياحة في البحر الاحمر في بور السودان كان تاريخه 2007. وانت منو؟ وجدان علي. صفقة لوجدان يا اخواننا، مبروك لوجدان وفزت معنا بجائزة مقدمة من قناة الشروق. نمشي العربين نشوف الجائزة. سعيدين يكونوا فائزين معنا شباب متزوجين عرسان، بنبارك ليهم من شمال كردفان مدينة بارا، لقيناهم في البحر الأحمر في عروس البحر الأحمر بور السودان، بنبارك لكم الزواج. وجدان مبروك عليك، فزت معنا بجائزة مقدمة من قناة الشروق، وهي عبارة عن كوبايتين وبراد وصينية. هاي كوبايتين وبراد وصينية، انت عليك السكري والسكر لخ شاي وجيبي له. قصرنا معاه؟ ما قصرت. تلفزيون 21 بوصة مقدم من قناة الشروق لوجدان. صفق لهم. يلا مبروك عليهم، صفقوا لهم يا اخوانا. تواصل محطاتنا معاكم من بور السودان، حلقتنا الليلة محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. طيب سعيدين نتواصل معاكم من بور السودان، محطة جديدة وسؤال جديد. ونحن وين في بور السودان؟ انت في السوق تقريبا. في السوق يعني منطقة في السوق. وفي الشاطئ جوار بلاص وجوار الدريم اسكريم وجوار كورال هيلتون سابقا وجوار جامعة البحر الأحمر. طيب انا سعيدين نكون جوار الناس دي كلهم، وفوق لي كده يكونوا جوارنا ناس بور السودان هسه الان هون جنبنا. اسمك منو؟ اسم خنساء محمد. خنساء من وين؟ من بور السودان هنا سلالاب. سلالاب. عندك علاقه بالرياضه؟ لا. طيب لا برضو حاولي. عندنا سؤال نمشي بينه وسؤال نجي بينه. نبدا بالبنات اول. في نادي رياضي شهير في بور السودان، شارك في بطولات كثيره من الدوري الممتاز في سنين كثيره، وشارك في كاس السودان، وشارك مثل السودان خارجيا، لقبوه ناس البحر الاحمر بالسكورتا. ديته فريق من فرق بور السودان. حي العرب. ها؟ حي العرب؟ اي. ولا الصغر ولا الهلال ولا دبي ولا؟ حي العرب. حي العرب؟ طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. اول فريق اطلقوا عليه والاسم ده السكورتا في بور السودان. طبعا نادي حي العرب. نادي حي العرب. ايوه نادي حي العرب. بشجع حي العرب. انا بشجع حي العرب من اولاد بور السودان ذاتي، بشجع حي العرب، لكن في الخرطوم بشجع هلال العاصمه. طيب في حي العرب كلمه سكورتا يعني؟ سكورتا والله هي كلمه تنطق اصلا، كلمه هي كلمه. انا طبعا ما بجاوي. أيوة. انا الشمالي طبعا. هي روتانا؟ لكن هي تقريبا كلمه بتاعت روتانا. ايوه لكن احنا طبعا سكننا هنا ولنا 20 سنه هنا تقريبا باعتبارنا احنا بيجا يعني. بيجا. أيوة. طيب احنا ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليه؟ ميسام محمد امير. ميسام من ياتو حي؟ من سلالاب. سلالاب. ال- 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 الفريق اللي اطلقوا عليه السكورتا. انا منطقه صح؟ سكورتا؟ 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 طيب سكورتا. اسمه شنو؟ حي العرب. انت بتشجع حي العرب؟ انا؟ لا الهلال. شجع الهلال وحافظ حي العرب كيف؟ حي العرب. طيب ونتواصل معاك ونتعرف عليه. محتسب رمضان.
معتز والله يشرك لك عرباوي صح؟ أي عرباوي. يا سلام. ها موت عادي. موت والله. طيب السكورتا دي سكورتا؟ يعني فريق من فروق بورسعيد. حي العرب. حي العرب. معناه شنو الكلمة؟ سكرتا يعني جاي من السكر حاجة حلوة. يا سلام. حلو تيم كذا. يا سلام. ونحن سوي لنا فريقنا نسميه باسطة. يكون جاي يكون جاي من الباسطة. من الباسطة. إسكريمتا نسمين على الحلاوة دي. أنتوا من السكر ذاته. نحن ناس السكر ذاته والله. يا أخي مرحبا بكم. أنا والله أتذكر في جيل من الأجيال محمد عبد المؤمن الزنجي فاروق جبرة محمد أبو شامة نجم الدين بحشيش. حمدي كرن. وكوندا. كوندا يا وكوندا المهاجم أيوة. الوحيد كان يعني حي العرب جيل بعد جيل يعني. جيل متواصل يعني جيل ده إذا كانت الإجابة حي العرب ده إذا كانت الإجابة طيب نتواصل مرحبا بك نتعرف عليك حسن أبو القاسم حسن أبو القاسم يا توحي حي المطار حي المطار يا الفريق اللي غابوه بالسكرتا في بورسودان حي العرب حي العرب ناخذ إجابة نتمنيك التوفيق آخر متسابق معانا نتعرف عليك صلاح الدين محمد علي من يا توحي سكة حديد سكة حديد يا سلامتنا ناس القطارات يا سلام طيب الفريق اللي غابوه بالسكرتا حي العرب حي العرب منو انت معك والد الدين علي محمد علي والد الدين مرحب بك فريق اللي غابوه بالسكرتا انا بقول النصر النصر اقول النصر نصر بورسودان ايوه انت بتشجع شنو بورسودان والله انا ما من بورسودان انا من الجزيره غرب المناقل غرب المناقل أيوة فريقك النصري ايوه طيب ناخذ اجابه طيب انا سعيد اكون في بورسودان وفي محطه زي دي جوارنا كميه من الحاجات وفي فنادق وفي محلات تجارية مناطق جميلة جدا تعكس جمال هذه المدينة العريقة وطالما جنبنا الحياة دي كلها أكيد جنبنا بنوك أنا دار أحكي نكتة وبعد ذاك أنا أشوف الفائز معانا ده قالوا المرة غلغلته المرة طبعا لما تنقنق في حاجة بس سويها الواحد بصراحة يقول لي اللبن يقول لك والله ما أجيب والله لبن ما أجيب المغربي شايلين كيسين قيلته كيف وما قال ما بيجيبه وبيجيبه بيجيبه قالت لي لا تفتح لي حساب انا مرات كثير انت بتكون ما في انا يكون عندي البطاقه اسحب يا ولي حساب شنو وانا يا ليه انا لسه ما عندي قالت لي لا تفتح لي حساب ساق البنك هون جوا البنك بيعمل في الاجراءات دي حرامي بطبنجه شال القروش كل عين للناس شافني منه واحد كده شفتني قال لي تحت طلقه المره والراجل يرجفوه والراجل بقلبه يسوي هسه كمشوم دي جابنا هنا شنو قلت لها ما تمشي كله منا هي تلتلتني وجابتني بس كان ظهر لي بالمسدس قال لي انت شفتني قال لي انا علي الطلاق ما شفتك لكن المره دي شافتك انتهي منا انت منو خنساء محمد خنساء اتفقوا طبعا يا اخواننا والله من جينا بورسودان ناس بورسودان متفقين على اي حاجه ما سالنا من حاجه اختلفت اجاباتها اختلاف كثير وانا هذا حي العرب نبارك لي ما يصف يقولها يا اخواننا وميساء يعني سعيدين بمشاركتك معانا فزتي معانا بتلاجة كولر مقدمة من قناة الشروق صفقة لميساء برضو بنبارك لميساء الفائز معانا بجائزتنا دي وربنا يديك الصحة والعافية ووفقك دائما نفتح العربية نشوف الجائزة حقت ميساء ثاني وقت تحرجي مع ضيف الموية الباردة راقدة شكرا لكم بشكر قناة الشروق بتمنى لها مزيد من التقدم والازدهار الله يديك العافية صفقة قولها يا فانا مرحبا بكم اخر محطاتنا في حلقتنا الليله من مدينه بورسودان الجميله اخر محطه لنا نتابع مع بعض طيب مرحبا بكم نحن سعيدين نكون في اخر محطاتنا في بورسودان مع هن البيجا وسؤالنا عن البيجا محطه بيجا حديد بيجا حديد بيجا حديد ايه لحديد ايه لحديد بيجا حديد ايه لحديد ايه لحديد بيجا حديد والله نحن سعيدين به ونحن ذاتنا نقول لهم بيجا حديد وايه لحديد الشيء الجميل اللي شفناه في بورسودان من السياحة ومن الجمال ومن الطرق ومن الانشاءات شيء كله جميل انا دار اسأل سؤال العارف الجاب يسكت بعد ذاك نجي عليه نديه الميكروفون ويجاوب لنا سؤالنا في آلة ولو العربي ما فهمه انت بتوريه انت وريو آلة انتشرت في السودان وفي القرن الأفريقي بيعزفوها البيجا
يغنوا بها، يعزفوا بها معزوفات الحماس، يغنوا بها غناهم. الآلة شنو اللي بيعزفوها؟ الحماسة. الآلة وري. الآلة حماسها زيفينات وفنات هاي كتير. بيغنوا بها هم اللي. تبدأ هاي كايا. أيوة. دي شنو؟ لا أنا فنان في كاكا لكن قالوا قالوا سيدوك أنا. نجار كتير. ها؟ نجارات. تنجارات أيوة. الآلة شنو؟ الآلة. سمكو هنا جلوكا. ربابة. ربابة. أيوة. دي طيب دي جابر ناخدها. أيوة. إنت منو؟ إنت منو اللي اسمه؟ اسمي أنا ضرب جعفر. عثمان من هاتو حي في بورسودان؟ أنا قاعد في نادي سكينة وعنده وحدة. وحدة. طيب مرحبا بك، ونحن سعيدين نتعرف عليك. منو؟ جمال الدين مدني أدروب. جمال الدين من هاتو حي؟ حي سلالام 4-3. الآلة دي شنو؟ الآلة اللي بيعزفوا بها لا 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 الحماسة عندنا في شرق السودان هنا الربابة. الربابة؟ الربابة اي. طيب كدي نحن أنا سامعك بترط ونص وبترجم، كدي قول للمشاهدين دي رحب بينا نحن في بورسودان و وقول واتكلم عن برسام بالرسام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول انا نشكر قناه الشروق حضور ولاة البحر الاحمر ايتانينا وبروتي ايتانينا، ونرحب بكم وشكرا. شكرا. طيب انا سعيدين نتواصل مع اهلنا هنا، مرحبا بك نتعرف عليك. مجد احمد احمد احمد. ها؟ مجد احمد احمد احمد. مجد يا تو حي. حي العاملين. الاله دي شنو؟ الربابه. ربابه. نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. نادر عثمان. نادر. نادر ايوه. من ياتو حي. من الثوره مربع 12. الثوره مربع 12. الاله دي شنو؟ الاله دي اسمها الربابه. الربابه برضه متفقين فيها؟ ما في خلاف. طيب نجيب جاي نتعرف عليك. عبد العظيم ادم. عبد العظيم ادم. الاله شنو؟ الربابه. الربابه. انت منو؟ انا سعيد يوسف بورسودان دي من نور. انا قايل لك سعيد بينا نحن ولا انت اصلا سعيد؟ انا اصلا سعيد. ان شاء الله دائما سعيد. كلكم مشرفين ان شاء الله. الله يديك العافيه. ياتو حي؟ حي دي من نور. دي من نور. الاله دي شنو؟ الاله هي الطنبور. الطنبور. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. علاء الدين عمر. علاء الدين يا تحي. دي من نور. دي من نور. الاله شنو؟ ربابه. انت منو؟ حافظ عباس جباره. حافظ عباس جباره. ساكن سلاب مربع 2. الاله شنو؟ ربابه. ربابه. مرحبا بكم، ونحن في محطة أخيرة لنا في حلقتنا الليلة من بورسودان. استمتعنا بأهلنا البيجا بتراثهم بفنهم برقصاتهم المعروفة المعهودة اللي بيعرفها السودان كلهم. أما نادروبا نحن سعيدين بك، ويا أخوانا سألنا عن آلة معروفة منتشرة في السودان وفي القرن الأفريقي، أهلنا البيجا بيعزفوا بها مقطوعاتهم الحماسية والغنائية. قلنا الآلة دي شنو؟ أول زول قال إجابة صح بيكسب معانا. اتفقوا كلهم في الإجابة، الآلة هي الربابة. عمنا ضربه والزول نصفق له يا اخوانا. سعيدين بالحفاوة وبالترحاب وبالاستقبال اهلنا البيجا في شرقنا الحبيب في بورسودان. عمنا ضربه نحن بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق، فاز معانا باستوديو كبير مسجل، صفقوا له يا اخوانا. صفقوا يا اخوانا. مرت اللحظات سريعة وانتهت 5 محطات في حلقة الليلة من بورسودان. لم نشعر بالزمن لجمال المنطقة وحلاوتها وروعة الطقس فيها واستقبال وحفاوة أهل البحر الأحمر. انتهت حلقتنا الليلة، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها زي ما نحن استمتعنا بها. حتى حلقة جاية بترككم في أمان الله ورعايته، بقول لكم دمتم بألف خير.